الأهلاوية إخوان المهنيين غنوقفوا خلاص الفاتحة اقترحوا مركز على روح فقيد سعيد هاشم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآن غيتفضل الأخ سعيد باش يدير لنا آيات بينات من الذكر الحكيم إن شاء الله ونفتتحوا المهرجان الخطابي للتنديد بالصحراء المغربية. الصحراء المغربية وتبقى مغربية إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. عاش الملك. عاش الملك. الله الشيطان الرجيم. وكل المغاربه المغاربه وكل المغاربه الاحرار الانحراف في المشروع الملكي الاسلامي الذي يتجلى في اعمال التلقيح الذي ستعرفها المملكه المغربيه في الايام المقبله هنيئا لنا بجلاله الملك محمد السادس الذي اعطى اوامره الساميه لتكون هذه اعمال التلقيح عمليه مجانيه في فائده كل ساكن في المغرب وكل المواطن المغاربه لنحافظ على سلامة أمن بلادنا ونحافظ على ثرواتنا التي خلفها أجدادنا نقوم بهذه الحملة المباركة المسؤولة حملة التوعية وحملة الاحتفال احتفلنا برسم الدبلوماسية المغربية فأبقى علينا أن نحتفل بالشعب بوعي الشعب المغربي بانخراطه في مشروع الملك الإسلامي ومشروع يتجلى في عمليات التلقيح كلنا مجاهدون بسم الله الرحمن الرحيم عبد الحق مؤمن رئيس جمعية النصر للتضامن ملاكي مبتري وسائقي سارة القصر هذا الباب نعلن كمجتمع مدني دعم للوحدة الترابية واحتفالنا باعتراف الولاية المتحدة الأمريكية لسيادة المغرب على صحرائه كما نتمم خطوات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبسياسته الحكيمة نحو إقرار السلم ونحو بناء المغرب العربي الكبير وجلالته وهو الضامن لاستقرار المغرب ولوحدته وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. تاريخ شهد على مغربية الصحراء لا بد للتنويه بالتدخل الحازم للجيش الملكي المغربي بمعبر القرقارات وتنظيفه من قطاع الطرق كما ننوه بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كامل صحرائه ونحن متشبثون بوحدتنا الترابية من طنجة إلى القويرة وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. السلام عليكم معكم بوجمادة محمد رئيس المنظمة المغربية الإنسانية للإغاثة والإرشاد بعمالة ومقاطعة مولي رشيد سيدي عثمان. الحمد لله أنا اللي قطعت المسافة بين مدينة الدار البيضاء إلى مدينة العيون الصحراء المغربية كنقطع المسافة 40 كيلومتر 70-60 كيلومتر في اليوم بالهرولة درت 33 يوم من الدار البيضاء إلى مدينة العيون والحمد لله دابا راه كنوجد القرقرات إن شاء الله باش بالاعتراف ودابا حنا كننشطوا بهذا مع جمعية النصر على اقتراف الصحراء المغربية وشكرا وعاش الملك وعاش الملك. وقاش ديروا هذه الرحلة للقرقرات؟ إن شاء الله غادي بغينا كنا غنديروا هذه السيمانة ولكن مع الوباء هذا راه أجلناها إن شاء الله ما عرفناش دابا إمتى يعطينا انطلاقة من مدينة بسليمان إلى مدينة الدار البيضاء من الدار البيضاء إلى مدينة القرقرات إن شاء الله. إن شاء الله. رئيس الملقى المعروفة في الدار البيضاء الأنفاسية رضا العراقي 55 جايين هاد الحفل المحتفلين به ومع أصحاب الطقسيات وحنا فرحانين باش يقاموا به وهذا المجهود
وبفضل سيدنا الله ينصرو والأسرة العلوية وينصر سيدنا ويكمل على المغاربة جميعا. الفرقة ديالكم غدير شي حاجة؟ الفرقة ديالنا الله أكبر. هذا هو الشعار ديال الأغنية المعروفة شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.